الآن مثل هذا العدوان يعني المستفحل من قبل القوات الأجنبية و يعني ويقتل فيه مدنيين مثل هذه العمالة الوافدة، ولا نجد أي استنكار من القوى الدولية، بل في تجاهل تام، وكأن ليبيا ليست لا يعيش فيها بشر ولا هم ينتمون إلى الجنس البشري. هذا الكلام كلام سيد حسام المغربي من بنغازي، استعمال للطيارات بدون طيار وقصف المناطق للثوار مجلس الشورى، هذا يوجه الى الليبيين الان يؤيدون حفتر واتباعه، وايضا للاسف يعني هناك ضباط شاركوا في ثوره فبراير لهم مكانتهم الاجتماعيه وايضا لهم مكانتهم المهنيه، وانخرطوا مع حفتر وضحك عليهم ببعض بالوسائل الاعلام ان هناك ارهاب وهناك قتل وهناك اغتيالات. يعني دحلان الفلسطيني بالتنسيق مع المخابرات بعض الدول الاقليميه والغربيه في تفشي ما يعد بالاغتيالات بعض الضباط وايضا القتل بعض الليبيين من جميع الاطراف الليبيه، حتى يوهموا اهل بنغازي بان هناك ارهابيين وان هناك متطرفين لايجاد مبرر لحفتر للدخول الى مدينه بنغازي، ومن ثم السيطره على الحكم في كافه اراضي ليبيا. ولكن بصمود الثوار في مدينه بنغازي وصمود الثوار في المنطقه الوسطى بالتحديد في مصراته والثوار في مدينه طرابلس افشلوا مشروع حفتر، وهنا ينبغي وهذه رساله من الثوار الى المجتمع الدولي والى الدول الكبرى مهما كانت هذه الدول، سواء كانت امريكا، الصهيونيه، فرنسا، ولن يستطيعوا أركاع ليبيا مهما كانت. يعني الآن يقاومون في فبراير 5 سنوات، يقاومون في فبراير دسائس، خدع، نفاق، قطعوا عليه الكهرباء، المياه، الأزمات المالية. تخيلوا أن بعض الليبيين يصدقوا أن هناك عجز مالي ويصدقون أن هناك عجز في الطاقة الكهربائية. هناك مؤامرة من قبل هذه الدول لإخداع حتى المواطن البسيط في لقمة عيشه، في الكهرباء، في المياه، في الدينار الليبي، يعني حسدوه حتى في الدينار الليبي باش ينتفض في مدينه طرابلس، وايضا يسب ويشتم ثوره فبراير. كل هذه المؤامرات وهذه الدسائس وهذه الخسيسه النتنه من قبل هذه الدول وبعض الدول العربيه للاسف صدقوه الليبيين، للاسف صدقوه اهلنا في بنغازي. بنغازي شردت، قتلت اهلها، العلماء، الشيوخ، تخيل وصلوا الى العلماء، الى الفقهاء، سبوا شيخ سابق الغرياني وتهمون مؤخرا في رمضان بانه يملك ميليشيا، يعني وقالوا لهم ان هناك قوات اجنبيه ويجب مقاومتهم واعلن الجهاد ضد هذه القوه، اتهموه بانه يملك، كيف مفتي يملك جيش، يملك ميليشيا؟ انظروا يا ليبيين، انظروا يتعيدوا في حفتر، انظروا يتعيدوا في ما يعرف بالكرامه، انظروا شوفوا حالكم. اخرتها فرنسي وامريكي وايطالي يدخلون في مدينه بنغازي. وانظر الى شوفوا بالله، بعض منهم اتصل بي وقال لي بالحفل واحد، لماذا في 2011 استعنت بالناتو، استعنت بامريكا وفرنسا؟ ايها سمحت لي في العباره، ايها المغفل، في 2011 المجتمع الدولي بقرار أممي، بقرار من الدول العالم، كل العالم الإسلامي والعالم العربي والمجتمع الدولي بالكامل، وفق قرار دولي صدر بأن هناك إرهابا من قبل نظام قذافي استبدادي يقتل الليبيين، وصدر هذا القرار لحماية المدنيين. ما يحدث الآن في مدينة بنغازي هذا تدخل في الشؤون الداخلية الليبية، هذا يعرف بالقانون الدولي وفي العلاقات الدولية وفي العلوم السياسية وفي العلوم الأخلاقية، هذا تدخل في الشؤون الداخلية بدون قرار دولي. أيها المغفل اللي تعيد في حفتر المجرم القاتل أبنائنا في تشاد وفي الجنوب في أوغندا ودمر الجيش الليبي اللي كان يضرب العنان في والمستمد من قوات من الشعب الليبي لقاوم التليان والاصبال والامريكان سنه 1805 حرب السنوات الاربع، وقاوم الاسبان والفرنسيس والتواجد الانجليزي، لم ولن يركع باذن الله تعالى. نعم، ومع ذلك دكتور الياس،
دكتور ياس، مع ذلك الذي طلب في 2011 التدخل الأجنبي وروج له وطلبه هو الحقيقة ابتداء هم الذين الآن من أتباع ما تسمى بالكرامة، فبالتالي هو الأمر يعود إليهم، كأن الأمر استمرأوه وأرادوا استمراره، بل لا بأس أن تكون هناك أيضا قواعد عسكرية في على هذا المنوال في ليبيا.